يا ترى ايه الافلام العربي اللي عملت اعلى ايرادات الاسبوع ده في السينمات؟ اول فيلم معانا هو فيلم ولاد رزق اللي عمل ايرادات الاسبوع ده 1,400,000 جنيه. في مكان كده متامن حلو قوي، ممكن تبقى هادي القضيه. مكان دعوه العيال دي بعد اول طلقه في الهواء بتقلب انارب انارب. المهم انت بس تمخمخ لها. عاطف قول لي بقى العيال دي بتنايل ايه دلوقتي بالظبط؟ العيال دي بتنايل كل حاجه ممكن تتخيلها يا باشا. مش هتلعب معايا بقى رضا؟ احنا خفافي بنضرب ونطير. بس ولاد رزق دول يولعوا في روحي لو عرفوا الناس اللي انتم ليه. ولا انا اخرج من هنا من غير ما اموت حد. والمركز الثاني جه فيلم شد اجزاء واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 831,000 جنيه. برضه مع الباشا اللي حصل له من شويه جو ان هو زميلنا والموضوع هيتلم والكلام ده خلص خلاص. انا عايز عمر العطار يبقى في ايدينا في خلال 24 ساعه. انا متاكد انه كان هيجيب حقه بايده، بس يا خساره المره دي انا مستني يتقبض عليه ويدخل السجن. حق عمره ما كان هيرجع غير بالطريقه دي يا باشا. والمركز الثالث جه فيلم الخلبوس واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 612,000 جنيه. انا ابويا ساب لي فلوس البنوك ما اعرفش عدها. انا شويه هلمك من يسامي فلوس بملايه لف. يا ريت يا ملك تيجي يا عم. لا ده اكس. ايه يا ابني اكس اكس يا طنط؟ بطين هتجي لي بطين لما نروح. بطين ورمي الودان ده بقى. كنتش عليها تلج ليه؟ زماني نزلتها على الفيس. اما المركز الرابع فكان لفيلم حياتي مبهدله واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 374,000 جنيه. لازم السكيورتي امان ده يكون بيفهم ويكون جينيوس. اتفرج على العجل وبيصرخ على الاسل. هو في حاجه قدام العربيه ولا ايه؟ ايه ده تمام؟ شغل قلبي بيقول خد دول وارجع تخش في لبن تاني. شغل قلبي بيقول خد دول اه تخش في اللبن. انت سكران ولا ايه ياض؟ الواد ده حقيقي ولا رسمي؟ اما المركز الخامس فكان لفيلم نيو انتري معانا الاسبوع ده هو حاره مزنوقه واللي عمل ايرادات الاسبوع ده 131,000 جنيه. عملنا ايه؟ شاورين هم عملنا ايه؟ هربوا من قدام عيني. هل الفراغنا عملنا ايه امبارح؟ روحوا في حاره مزنوقه. شوفوا مرة عريانه ولا فيه؟ انا تعبان العفريت يعني حبيت النادي. ايوه يا تعبان الحقني انا اقدر اتاك. انا متاكل ان انت المتاكل وحط اكلمك. قال لي حبايه مني هتخلينا لحتل. اظن هعمل حاجه حبايه جامده شويه. ايه اسمكوا حماده؟ خلاص اللي خلى الحقوق تقبل من 50%. طب ما الشرطه كمان بتقبل من 50%. صاحب شعبان النجل اللي اتعامل فيه كده طول ما انا عايش. انا كده زعلت حبيبي. انا راجل تبع المافيا وما عندي شغله غيركم. احنا ناس ما بتعرفش تلعب غير في حاجه واحده بس، في الاعمار. اخرس يا ابن الهبله. انا واقف في البيعه دي 17,18,19,000 جنيه. طب انا قلت لهم 80 مليون دولار ما رحناش بعيد يعني. وانت اسمك انجي؟ انا شعبان اللي كان عفريت طول ما انا عايش.